بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون للمؤمنين فرجا ومخرجا وسرورا، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى مشايخنا وعلى من انتفعنا بعلمه وعلى مصنف الكتب التي نعلمها ونتعلمها، وعلى ذوينا وعلى أحبابنا وعلى سائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا، رب تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ولا يتمكن في مكان، ولا يجري عليه زمان، ولا يشبهه شيء. المصنف والشارح بصدد بيان تنزيهات الله سبحانه وتعالى عما لا تليق به. نعم. فإذا فيما مضى ذكر أن الله تعالى ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر، هكذا. أخيرا قال ولا بكيفية، يعني لا يوصف بالكيفية، لا يوصف بالمائية ولا بالكيفية. ثم الباقي هذا، ولا يتمكن في مكان، ولا يتمكن في مكان. لماذا قال ولا يتمكن في مكان؟ لماذا صرح بقوله في مكان؟ التمكن هو النزول في مكان، اتخاذ المكان. ثم لماذا صرح بقوله في مكان بعد قوله لا يتمكن؟ أليس يغني قوله لا يتمكن عن قوله في مكان؟ بلى، لكن ذكر لأمر فائدة كما يبينه هشام الدين الإصفرائيني رحمه الله في حاشيته. قوله ولا يتمكن في مكان، إنما ذكر قوله في مكان مع أنه يغني عنه ذكر التمكن. ذكر التمكن يغني عنه، إذ التمكن لا يكون إلا في مكان. التمكن لا يكون إلا في مكان، لذلك التمكن يغني عنه. مع ذلك لماذا صرح به تصريحا بعموم النفي ردا على المجسمة النافين عنه كل مكان سوى المكان العلوي؟ نعم، هناك مجسمة، فرقة ضالة من أهل القبلة، هم ينفون عن الله سبحانه وتعالى كل مكان، لكن إلا مكان، إلا المكان العلوي. يعني هم يثبتون لله سبحانه وتعالى
المكان العلوي. فإذا في مقابلته تعميما لهذا النفي قال المصنف: ولا يتمكن في مكان، يعني لا في سفلي ولا في علوي ولا في غيرهما. ثم أمر آخر، فائدة أخرى: أو نفيا لتوهم حمل التمكن على الاقتدار. التمكن يقال بمعنى الاقتدار على فعل على شيء، القدرة اتساب بالقدرة. فإن نفيه كفر. فإذا لو لم يذكر في مكان ممكن يوهم هذه العبارة أن هذا يفي أن هذا نفي، نفي الاقتدار في حقه تعالى، تنزيهه تعالى عن الاقتدار. في الحقيقة هذا ليس بتنزيه بل هو تنقيس له، تنقيس أي تنقيس. وهذا نفي القدرة عن الله سبحانه وتعالى وهو كفر. فإذا اعتراضا عن هذا الثان هذا الإيهام للكفر، وكذلك لعموم النفي ردا للمجسمة قال في مكان. ثم لأن التمكن يعلل هذه القضية الشارح: لا يتمكن في مكان، لماذا؟ لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد في بعد آخر متوهم أو متحقق يسمونه المكان. التمكن عبارة عن أي شيء؟ عن نفوذ بعد في بعد. إذن نفوذ بعد، بعد أي شيء؟ بعود المتمكن في بعد، هذا مكان، بعد المكان آخر، بعد آخر. هذا البعد إما يكون متوهم أو متحقق يسمونه المكان. فإذا ذات الله تعالى لا ينفذ في يعني بعد آخر، لذلك هو منزه، لا يتمكن في مكان. والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه، إما قائم بنفسه أو قائم بنفسه، يعني امتداد قائم بنفسه عند القائلين بوجود الخلأ. والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه التجزي، تجزيا. فإذا ما معنى التمكن؟ بينه بقوله: وعبارة عن النفوذ بعد في بعد. ثم بعده عرف البعد ما هو؟ هو عبارة عن امتداد قائم. أين يقوم هذا الامتداد؟ إما يقوم بالجسم، لو كان الامتداد قائما بالجسم يكون هناك بعد متحقق، ثم أو بنفسه، هذا الامتداد إما يكون قائم بنفسه لا يقوم بجسم آخر، هناك يكون بعد متوخم فقط لا يكون بعد متحقق. البعد المتحقق يعني ما له طول وعرض وعمق، هذا متى يتحقق لو كان هذا بجسم. لذلك حينما قال الشارح: أولا في بعد آخر متوخم أو متحقق، نظرا إلى قسمي الامتداد، أحدهما قائم بالجسم والآخر قائم بنفسه عند القائلين بوجود الخلأ، يعني هل يوجد هناك خلأ يعني بالنسبة إلى أوضاع العالم أو أوضاع أجزاء العالم، هناك يعني شيئان إما ملأ أو خلأ. الملأ يعني هذه الموجودات حتى الهواء من الملأ. ثم هل يكون في مقابلة الملأ الخلأ؟ نعم، بعض يقول، بعض الفلاسفة يقول بوجود الخلأ. فإذا ذاك امتداد وذاك الامتداد قائم بنفسه، هم يقولون هكذا. ثم وهم يقولون
بعدم الخلاء والملأ وراء السماوات السبعي الأفلاك السبعتي. وراء هذه الأفلاك السبعتي لا ليس ملأ ولا خلأ، هذا يعني رأيهم وقولهم. نعم. أما عند المتكلمين أقول له هذا باطل. نعم. ثم والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار، يعني ذاته تعالى منزه عن الامتداد وعن المقدار. لماذا؟ لاستلزامه التجزية. الامتداد والمقدار إما يكون هكذا قائما بالجسم أو بنفسه. لماذا؟ هذا الامتداد وهذا المقدار يستلزم التجزية. وسبق أن بينا أن الله سبحانه وتعالى ليس بمتجزئ، وهو منزه عن التجزي. نعم. لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد في بعد آخر متوخم أو متحقق يسمونه المكان. قدم المتوخم لأنه مذهب المتكلمين، وهو كما يمكن جعله صفة للبعد، وهو الأقرب المشهور يجوز جعله صفة للنفوذ، لأن النفوذ منقسم إلى الموهوم والمحقق كالبعد. قوله يسمونه المكان إشارة إلى تفسير المكان في أثناء تفسير التمكن، وهاهنا بحثان. ثم قال والبعد عبارة عن امتداد لا خلاف في مفهوم البعد، ذكر في حاشية حسام الدين، لا خلاف في مفهوم البعد فإنه الامتداد عند الكل، إنما الخلاف في وجود الخلأ. فالواضح أن يقول والبعد هو الامتداد، وهو يقوم بالجسم عند الكل ويقوم بنفسه أيضا عند القائلين بوجود الخلاء. فمن قال تأويله أن البعد امتداد له نوعان عند القائلين بوجود الخلاء ونوع واحد عند أرباب السطح، فقد جعل تعريف البعد بحيث لا يستوق على شيء من أفراده. فتأمل. هذا يعني قول الخيالي في بعد آخر متوخم. هذا البعد المتوخم كما ذهب إليه المتكلمون. نعم، هذا مذهب المتكلمين. ثم أو يعني سبق أن بينا يعني في بيان معنى الحيز. نعم، إليه المتكلمون أو متحقق على ما اختاره أفلاطون. نعم. والبعد عبارة عن امتداد موهوم عند المحققين متكلمين. موهوم امتداد موهوم عند المتكلمين، محقق عند الفلاسفة، قائم بالجسم البتة عند المشائين، أو قائم بنفسه أيضا عند القائلين بأن المكان عبارة عن بعد موجود مجرد. نعم. هذا هو التفصيل. نعم. بالنسبة إلى هذه العبارة. ثم بعد ذلك إيراد وسؤال. ما هو؟ فإن قيل الجوهر الفرد متحيز ولا بعد فيه وإلا لكان متجزيا. الجوهر الفرد يعني الجزء الذي لا يتجزأ، الذي يقول به المتكلمون وبعض الفلاسفة، وهذا هو متحيز يعني حاصل الإرادة. الإرادة على هذا يعني الامتداد والمقدار يستلزم التجزية. والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار. لماذا؟ لأن التمكن يستلزم التجزية. إذن ورد عليه أن التمكن لا يستلزم التجزية. لماذا؟ لأن هناك الجوهر الفرد هو متحيز في مكان،
في حيز، ومع ذلك هو لا يستلزم التجزئة، ليس فيه جزء ولا امتداد ولا بعد. لماذا؟ لأنه جزء الذي لا يتجزأ. لو كان فيه امتداد ينبغي أن يتجزأ. ما له امتداد هو ليس الجزء الذي لا يتجزأ، بل ما له امتداد هو جزء يتجزأ، يكون فيه أكثر من جزء واحد. فإذا مع التمكن يوجد عدم التجزي، فإذا هذه العلة لا يكون صحيحا. يعني والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار، يعني الله تعالى لا يوصف بالامتداد. لماذا؟ لاستلزامه التجزي، لذلك لا يتمكن. لو تمكن ينبغي أن يكون امتداد. لماذا؟ تمكن نفوذ بعد في بعد، فهذا يستلزم التجزية. فإذا اعترض بحالة الجوهر الفردي، الجوهر الفرد متحيز ولا بعد فيه، فإذا هكذا ينبغي أن يفرض حال ذات الله تعالى، وهو ذات الله تعالى متنزه عن الامتداد والمقدار، ومع ذلك متمكن في مكان. نعم، وإلا لكان متجزيا. يعني لو كان في الجوهر الفردي بعد يكون متجزيا، معناه لا يكون جزءا لا يتجزأ، بل يكون جزءا يتجزأ. قلنا فإذا الجواب المتمكن أخص من المتحيز. هذا جوهر الفرد هو متحيز مع عدم البعد، لا يقال هو متمكن مع عدم البعد. يعني الجوهر الفرد لو تمكن في مكان يتجزأ. فإذا المتمكن التمكن الذي نفي المنفي عن الله تعالى هو أخص من التحيز، لأن الحيز هو الفراغ المتوقم الذي يشغله شيء ممتد أو غير ممتد. نعم، هذا فراغ متوقم، يشغل هذا الفراغ إما شيء ممتد أو غير ممتد. هكذا في التحيز عموما هو أعم. فإذا جوهر الفرد يكون من هذا القسم الذي يعني شيء غير ممتد يشغله، هو شيء غير ممتد. أما الأجسام المتركبة من الأجزاء الذي لا تتجزأ، هو شيء ممتد يشغله الفراغ، يشغل الفراغ. هكذا، فما ذكر دليل على عدم التمكن في المكان، وأما الدليل على عدم التحيز، يعني الله تعالى ليس متحيزا أيضا، والذي سبق هو دليل عدم التمكن. حينما يوهم هذا البيان أن الله تعالى متحيز كما أن جوهر الفرد متحيز، ليس كذلك. هذا جوهر الفرد ليس متمكن بل متحيز، مع ذلك ليس فيه بعد. الله تعالى ليس متمكنا ولا متحيزا. دليل عدم التمكن ماذا؟ أن التمكن يقتضي الامتداد والمقدار. لماذا؟ لأن الامتداد يستلزم التجزية، والله تعالى منزه عنهما، لذلك لا يتمكن. فإذا هذا الإيراد على قوله لاستلزامه التجزية، الامتداد يستلزم التجزية. فإذا يقول أما الدليل على عدم التحيز فهو أنه لو تحيز فإما في الأزل فيلزم قدم الحيز. الله تعالى لو كان متحيزا، هل كان متحيزا في الأزل؟ لو كان الجواب بنعم فالحيز قديم، هكذا يكون، ينبغي أن يكون الحيز في الأزل. نعم، لو تحيز في الأزل فإما في الأزل فيلزم قدم الحيز. الحيز حادث كما يعترف به الخصم،
ثم أولى، يعني لم يكن متحيزا في الأزلي فيكون محلا للحوادث. الله تعالى يكون محلا للحوادث. وأيضا فإذا كلاهما محالان، يعني قدم الحيز محال، كذلك كون الله تعالى محلا للحوادث أيضا محال. لذلك الله تعالى منزه عن التحيز لا يتحيز في حيز. وأيضا ثم يذكر دليلا آخر، وأيضا إما أن يساوي الحيز أو ينقص منه فيكون متناهيا، أو يزيد عليه فيكون متجزيا. ثم النسبة بين ذات الله تعالى وبين هذا الحيز كيف يكون؟ إما يساوي الحيز، يعني رجل لو جلس على كرسي، إما يساوي جسده هذا الكرسي يعني يملأه، أو يعني لو كان الرجل نحيفا يكون هناك فراغ يكون أنقص من الكرسي، أو يكون هذا رجل جسيم جدا لذلك لا يسعه الكرسي، هكذا. فإذا هكذا يفرض هنا أيضا بالنسبة إلى الحيز في ذاته تعالى لأجل السؤال وإلزام الخصم، هكذا يسأل إما أن يساوي الحيز أو ينقص عنه فيكون متناهيا، أو يزيد عليه فيكون متجزيا. سبق أن ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ليس بمتناه ولا متجزيا. ثم وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو ولا سفل. ثم هذه مسألة أخرى فيما سبق، قال المصنف ولا يتمكن في مكان، لكن لم ينفي هناك الجهة، وهذا الذي يبينه الشارح. نعم، حسام الدين ذكر شرحا لهذا القول، قوله وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة، لما كان فيما بينهم نفي المكان والجهة معا أشار إلى نقطة ترك الجهة، يعني نفي المكان والجهة معا هكذا عند العلماء، لكن المصنف نفى المكان ولم ينفي الجهة. لماذا؟ وهي يعني لنقطة هكذا صنع، وهي أن نفي المكان يستلزمه، نفي المكان يستلزم نفي الجهة لأجل ذلك. وفيه بحث، لأن نفي المكان إنما يستلزمه لو كان الجهة حدا لمكان أو نفسه. نعم، هذا أمر. نعم، وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو ولا سفل ولا غيرهما، لأنها إما حدود وأطراف للأمكنة، يعني هذا المكان إما يكون حدود وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إلى شيء، إما يكون هذا العلو والسفل أو وغيرهما، لأنها يعني هذا جهة العلو أو جهة السفل أو غيرهما، لأنها يعني الجهة ضمير يرجع إلى الجهة، إما حدود أو أطراف لما للأمكنة يكون نهاية لمكان، حد يكون حدا لمكان، يكون طرفا لمكان، أو يكون نفس الأمكنة. كيف يكون نفس الأمكنة الجهة؟ كيف يكون نفس الأمكنة؟ باعتبار عروض الإضافة إلى شيء، يعني الإضافة إلى شيء تعرض الجهة. يقال فإن الدار المبنية بين الدارين علو بالنسبة إلى تحتها وسفل بالنسبة إلى ما فوقها، هذا هو الإضافة إلى الشيء، فهذه الإضافة تعرض هذه الجهة، فالجهة إما نفس المكان، يعني هذا عروض الإضافة إلى الشيء يكون للمكان. نعم، كستلي بين قوله إما حدود وأطراف للأمكنة
قد يطلق الجهة ويراد بها منتهى الإشارات الحسية بالحركات المستقيمة. الجهة تطلق ويراد بها أي شيء منتهى الإشارات الحسية. إشارات الحسية يعني إشارة بالإصبع وأمثالها، ثم كذلك منتهى الحركات المستقيمة، فيكون عبارة عن نهاية البعد الذي هو المكان. البعد هو المكان. عند هذا معنى الجهة النهاية، هذا الذي قال إما نهاية إما أطراف وحدود. ومعنى كون الجسم في جهة أنه متمكن بمكان يلي تلك الجهة، هذا المكان يلي تلك الجهة، هذا معنى كون الجسم في جهة. وقد يسمى المكان الذي يلي جهة ما باسمها، كما يقال فوق الأرض وتحت الأرض، فيكون الجهة عبارة عن نفس المكان باعتبار إضافة ما. هذا الذي قال. إذن ومعنى ثم وقد يسمى المكان الذي يلي الجهة، المكان يلي الجهة، وهذا المكان يسمى باسمها، باسم الجهة، يعني يطلق عليه الجهة، كما يقال فوق الأرض تحت الأرض، فيكون الجهة عبارة عن نفس المكان باعتبار إضافة ما. ثم بعده ولا يجري عليه زمان. لماذا لا يجري عليه زمان؟ لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد يقدر به متجدد آخر، وعند الفلاسفة عبارة عن مقدار الحركة، والله تعالى منزه عن ذلك. لا يجري عليه زمان، ما معنى قوله لا يجري عليه زمان؟ ما معنى جريان الزمان عليه؟ بين عصام الدين، أي لا يعين بوجوده بزمان، لا يعين وجوده بزمان، يعني لا يقال ما لا على وجوده هكذا، يعني سنة كذا من السنوات أو كذا من الشهور أو كذا من الأعوام، هكذا لا يعين وجوده. لماذا؟ فإن الجريان على الشيء يستعمل بمعنى تعيينه له، هذا الجريان يستعمل بمعنى التعيين، فإذا لا يجري معناه الجريان في قول المتن معناه التعيين. منه قوله أن قول النحاة المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل، الحدث الجاري على الفعل، فإن معنى جريان المصدر على الفعل أنك تقول ضربت ضربا أو ضربت ضربة أو ضربة، فتعين به ما قصدت بالفعل. ضربت ماذا قصدت به؟ ضربا ضربة هكذا. ثم وعدم تعين وجوده تعالى بالزمان، لماذا لا يجري عليه زمان؟ لأنه لا تعلق له بالزمان وإن كان مع الزمان، يعني الله تعالى موجود ومع ذلك الزمن أيضا موجود، لكن لا يعين وجوده بالزمن، لأن المتعلق بالزمان ما له وجود غير قار مندرج منطبق على أجزاء الزمان، هذا المتعلق بالزمان، فهذا الذي يجري عليه الزمان ويعين وجوده بالزمان، أي شيء المتعلق بالزمان. ماذا يراد بالمتعلق بالزمان؟ ما له وجود غير قار مندرج، غير قار يعني لا تجتمع أجزاؤه، لو كان وجوده قارا معناه تجتمع أجزاؤه، مثلا هذا مكتب، هذا كرسي، هذا كتاب، هكذا أمثلة كثيرة كلها موجود بوجود قار،
ثم هذا وجوده غير قار، مثلا هذا يعني الزمان، كذلك هذا كلام، أنا أتكلم كلام يعني وجود له وجود غير قار، قار يعني ثابت. وكذلك يعني الحركة المشي هكذا أيضا، المشي ثم. فإذن المتعلق بالزمان مراده هذا، ثم مندرج مندبق على أجزاء الزمان أو على طرف الزمان وهو الآن، طرف الزمان يعني الآن الحين. فالأول يسمى زمانيا والثاني دفعيا، ومثل هذا الشيء لا يوجد بدون الزمان بخلاف الأمور الثابتة، فإنها بحيث إذا فرض اندفاع الزمان فهو موجود، هذا شيء غير متعلق بالزمان. لو فرضنا أن الزمان غير موجود فالشيء موجود، أما هذا الشيء الذي له تعلق بالزمان له وجود غير قار مندرج مندبق على أجزاء الزمان لا يوجد بدون وجود الزمان. نعم. ثم ففرق بين كان الله ويكون وبين كان زيد ويكون، هناك وهنا فعل كان مستعمل، لكن بين كان كان وبين يكون يكون فرق. فإن وجوده تعالى ثابت مستمر مع الزمان لا فيه، أما وجود زيد كان زيد يكون زيد، هناك وجوده ثابت مستمر في الزمان ليس مع الزمان، هكذا فرق، بخلاف وجود زيد فإنه في الزمان ومندبق عليه لا يوجد بدون هذا الزمان، يعني وجود زيد لا يوجد بدون هذا الزمان لتعلقه بأمور مندبقة عليه. وكما أن الزمان لا يجري عليه تعالى لا يجري على صفاته القديمة، هذا مسألة أخرى، لكن ذكر المصنف صفة الذات فقط. لأن الزمان عندنا عبارة متجدد يقدر به متجدد آخر، هذا معنى يعني الزمان هو شيء متجدد، تجدد يعني ماذا يتجدد، يعني أجزاؤه تتجدد، يذهب جزون ويأتي جزون، ينقطع جزون ويحضر جزون، هذا معنى تجدد، يقدر به متجدد آخر. إذن هذا المتجدد أول يعبر عنه الزمان، ثم يقدر به يعني يعين مقدار، المقدار مقدار شيء به، أي شيء متجدد آخر، ينبغي أن يكون شيء ثاني أيضا متجددا. فإذن الحركة كذلك العمر كذلك الكلام كذلك الكتابة، مثلا رجل يكتب منذ ساعتين، أو كتبت ساعة هكذا، تحدثت كلمت يعني نصف ساعة هكذا يقدر. نعم. أما متجدد غير متجدد لا يقدر به، مثلا هنا يعني كراسي أو هنا يعني أمتية، فهذه الأمتية يمكن يعني تقديرها بالعدد، هذا 10 من الكتاب أو 10 من الأوراق هكذا. نعم. هذا بالعدد 10 أعداد، أو يعني يمكن يعني تقدير كيف بالوزن أو بالكيل هكذا، كيلوغرام أو لتر هكذا. أما لا يقال يعني ساعة من الكتاب أو ساعة من الكرسي هكذا لا يقال، لماذا؟ هذا شيء قار. وعند هذا عند المتكلمين، أما عند الفلاسفة فماذا معناه؟ عبارة عن مقدار الحركة، مقدار الحركة، حركة أي شيء، حركة الفلك العظام، هم يعينون يعرفون الحركة بأنها عبارة عن مقدار الحركة، حركة الفلك العظام، عنده يعني أفلاك السبع، السماوات سبع يعبرونها بالأفلاك السبع. فإذن هذا الفلك يعني يكون محيطا لجميع الأفلاك، محيطا لجميع العالم، وقال له الفلك العالم، وهذا الفلك العالم يعني تتحرك،
فهذه الحركة في رأيهم أزلية أبدية. نعم هكذا. فإذا مقدار هذه الحركة هو الزمان. نعم. والله تعالى منزه عن ذلك. منزه عن ذلك معناه عن كونه متجددا وعن يعبر بمقدار الحركة، أن يقدر بمقدار الحركة. كستلي كتب هنا والله تعالى منزه عن ذلك إذ ليس في ذاته تجدد. فإذا هذا والله منزه عن ذلك يرجع إلى العلتين ليس إلى الثاني فقط، لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد يقدر به متجدد آخر، والله تعالى منزه عن ذلك. ثم وعند الفلاسفة عبارة عن مقدار الحركة، والله تعالى منزه عن ذلك. هكذا. فإذن الله ليس في ذاته تجدد، لذلك لا يجري عليه زمان حتى يمكن أن يقدر بتجدد آخر، ثم كائنا ما كان أو بمقدار الحركة. لا يقدر بمقدار الحركة، الله تعالى لا يقدر بمقدار الحركة. نعم. لذلك لا يجري عليه زمان. ثم السلام بعده قوله وعلم.